رجعنا لحضراتكم مره تانية بعد الاستراحه. دلوقتي باذن الله هنعمل وصفه جميله قوي كده بسيطه لمحبي بقى ايه المكرونات. احنا عملنا اصناف كتير بالمكرونات، وهيبقى بقى لنا ايه الماكند تشيز اللي عملنا البيستو، عملنا بقى لنا كمان البولونيز. هنعمل ده بس يعني ان شاء الله باهتمام قوي جدا عشان نعمل انواع كده للولاد بيحبوا المكرونات جدا. لكن عملنا معظم انواع المكرونات. النهارده هنعمل مكرونه لمحبي صوص الليمون والريحان في المكرونه. المكرونه دي كده جميله، ينفع تبقى خفيفه وتستمتعوا بطعمها، ويتقدم جنبها بقى زي ما احنا عملنا كده للتشيكن وينجز او الدرامز او حاجه من الحاجات، يعني اي وجبه تكون خاصه بالدجاج او باللحوم بارده مفيش مشكله خالص. تعالوا نقول كده مقاديرها، مقاديرها بسيطه وجميله بس ليها تيست كده حلو قوي. عندنا زيت زيتون، وعندنا معلقه من الزبده، وعندنا فلفل مجروش، ولو مش موجود هحط مكانه الفلفل الاحمر، وعندي ثوم مفروم، عندي ملح وفلفل، عندي كوبايه من المرق، ممكن يبقى مرق دجاج او مرق خضار، عندي مكرونه من غير سلق، انا هعملها كلها في بان واحده زي ما عملنا قبل كده. فاكرين المكرونه بالخضار كانت جميله جدا وكانت يعني اقتصاديه في ان احنا ما وسخناش حاجات كتير. عندي عصير ليمون، بشر ليمون، ورق ريحان فريش جميل يتقطع يبقى فيها تدي تيست وطعم جميل قوي. مكرونه الحقيقه يعني للناس اصحاب المزاج العالي زي ما بيقولوا. طيب انا هاخد كده اول حاجه هاخد تشويحة بس بسيطة للثوم عشان مع الزبدة وزيت الزيتون. بسم الله الرحمن الرحيم. وهناخد الثوم، وهاخد طبعا معلقة زبدة معاها. فوائد زيت الزيتون كتير، واحنا اتكلمنا على انه رائع جدا. اولا بقى اسيبكم، هو كمان رائع للبشرة، رائع لكثافة الشعر جدا، يعني بيقي من تقرحات المعدة، بيحمي من الإصابة بأمراض اللي هي الحاجات الخاصة بالمرارة، يعني مرارة. ولو استخدمنا كام نقطة دافية للودن، كانوا زمان يحطوا لنا نقطة دافية تسخن في حمام مية دافية عشان يعالج الآلام اللي موجود. لكن طبعا لازم نبقى عارفين ده سببه إيه عشان نعمل الصح. عايزه اقول لكم زيت الزيتون ده من الحاجات اللي بتقلل الشيخوخه خالص على الجلد، وبيحمي من الكانسر او سرطان الجلد، مهم جدا. لو الناس اخذت منه معلقه قبل النوم بيعالج التهاب البلعوم. عايزه اقول لكم بيقوي المناعه وبيقوي الضوافر، هو مهم جدا لبشره الجلد وبيخليها دايما زي ما بيقولوا ايه، ما فيهاش شيخوخه، مش بتعجز، ما بيبانش فيها ده، بترطبها، ومعالج لحب الشباب جدا. بصوا بقى انا هحط المكرونه كده، وبعدين هضيف المرق. بسم الله. هتهبط دلوقتي، ممكن نحطها كده. ايوه. وهاخد عصير الليمون، نزلها كده عشان تكش من الحرف فتبدا تتني. تمام. الليمون ده رائع ومنشط تام للدوره الدمويه بشكل روعه، بيحارب البكتيريا اللي موجوده في الجسم بشكل قوي. بصوا معلقه صغننه كده. لو استخدمنا بقى الخل مع الليمون بيدي لمعه للشعر جميله جدا وللقش، بس خل التفاح. تعالوا بس الاول ايه نقلب دي كده. عايزه اقول لكم في حاجات كده بتبقى جميله جدا، عايزه اقول لكم دي وصفات حلوه جدا. لو خدنا ليمون على ميه على الريق، ليمون من غير سكر ولا اي حاجه، بيساعد على حرق الدهون بشكل كويس وبينقي الجسم من السموم. الناس بقى اللي بتحب تعمل ماسكات ممكن تعمل الليمون، بس اللي يكون بشرته مش حساسه، لان الليمون بيعمل حساسيه، ممكن يعمل تهيج وحبوب، لكن مع النشا واللبن بيبقى جميل. في ناس بقى بتسأل القشرة دايما، غير خل التفاح معلقة على شوية مية في شطف الشعر، كمان الليمون مع بذر الكتان مع المية بيبقى رائع جدا. بذر الكتان يكون مطحون عشان لو حبوب هيبهدل الشعر، فما يبقاش فيه رواسب فيه، لازم تصفوه، يتعمل سكراب كده للشعر ويعني ويتغسل بعدها ويتشطف، بيبقى جميل. في حاجات مهمة عارفين، كمان البيض لما بنحطه على الحنة، لما بعمل الحنه لازم احط بيضه، بتلمع الشعر جدا على فكره، البيض هايل.
هنحط بقى ايه الفلفل بتاعنا القمر ده. الفلفل ده كمان مفيد جدا لانه يعني من الحاجات اللي بتساعد على توسيعة الاوعية الدموية وبيقلل الكوليسترول اللي في الدم والدهون اللي في الموجودة في الجسم. في ناس كتير بقى بتاخده كمان بيساعد في الحرق، مهم بيعزز المناعة برضو. في ناس بتستخدمه يعني كتير، وهو بيقال انه من الحاجات كمان المفيدة لألام المفاصل لأنه هو مليء كمان بمضادات الأكسدة اللي بتحمي من السرطان، لكن برضو الزيادة منه بيزود حرارة الجسم وبيعمل مشاكل، فاحنا مش عاوزين كده. فاحنا دايما كل شيء خير الامور الوسط. بصوا المكرونه بدات كده، طبعا هتستوي في الصوص بتاع الايه الليمون، الصوص بتاع المرق اللي احنا حطيناه. هنحط بقى رشه ملح كده، بسم الله. عايزه اقول لكم المكرونه دي من الحاجات المفيده جدا، يعني غنيه بالكارب، طبعا الكربوهيدرات تدي كده طاقه و يعني صحية وكويسة طالما معمولة صح. بتساعد جدا على امتصاص بقى الجسم للكالسيوم، فبتمنع بقى هشاشة العظام، وبتساعد على تكوين الأجسام المناعية، قوي المناعة برضو. المهم تبقى أنواع جميلة وبتدي إحساس بالشبع وبتدي طاقة للجسم. كل الأطفال بتحب أصلا المكرونة، أسهل حاجة بناكلها كنا المكرونة والبانيه والبطاطس المحمرة وسلطة او المكرونه والبوفتيك او المكرونه والكفته وبطاطس محمره وسلطه برضو يعني ايه اللي هي الحاجات اللي تبقى فيها كل العناصر وسريعه. في ناس ما بتزهقش بجد منها. انا بصوا انا بحب المكرونه الريد صوص جدا، بحبها قوي قوي قوي. بحب الوايت صوص بس ما اكلهاش زي المكرونه الريد صوص. هما بيقولوا لنفسهم في حضراتكم هنا معايا في الايربيس، بس انا طبعا سايباهم يعملوا ما عايزين. ما بتشبعش ليه حضرتك؟ ليه يا فندم؟ بتتزفلط بسرعة كده. لا والله يعني الرز والعيش أكتر؟ آه طبعاً أكيد، بس طبعاً المكرونة برضو لا، المكرونة لما بتاكلها مع برضو لحوم وسلطة وكده. نفهم من كده يا فندم إن ممكن في البيت يكونوا مش بيعملوها معاها حاجة ولا إيه؟ بيعملوا معاها حاجة. طب خلاص المشكلة عند حضرتك. بيقول لي ما بشبعش منها، فقلت له طيب ما هي لو جنبها حاجات هتشبع منها. قال لي ما بشبعش خالص. طب المشكله فين بقى؟ في المكرونه صح. دي مكرونه بقى بصوا اللي هي ايه، شرايط بس رفيعه. احنا في الانواع في السوبر ماركت دلوقتي كتير طبعا ما شاء الله تالقوا. المكرونه كل ما تميل للون الاصفر كل ما تبقى جودتها اعلى، خلوا بالكم المعلومه دي مهمه. عايزه اقول حاجه، المكرونة الإيطالي الأصلية اللي هي بتعمل بالعجينة الإيطالية الكيلو عليه 10 بيضات والملح بس، هي دي العجينة الإيطالية اللي بتتعمل حقيقية 10 بيضات. حاضر نحط بس نقطة مية سخنة عشان بس إيه لو حسيت إن المكروني أنا عايزاها تبقى مفرفطة كده وحلوة وجميلة وريحتها روعة. ولسه بقى هنحط إن شاء الله بفضل الله الريحان، بصوا جاي إيه فريش فريش يعني مقطوف حالا. تعالوا بقى نتكلم عن البطاطس الويدجز، هي جميلة قوي وسريعة، وأنا شايفة إنها لو بعدنا عن التحمير للولاد فترة هتبقى الدنيا جميلة قوي معاهم. بمعنى إيه؟ أنا بدل ما أعمل بطاطس محمرة، هي ليها وقتها وليها طعمها وكلنا بنحبها، وأنا واحدة من الناس اللي اتربيت عليها من وأنا صغيرة كان لازم كل يوم في بولة بطاطس محمرة قد كده يكوروا بالخمسة ستة والقف بس. لكن بدأنا بقى دلوقتي بما إن خلاص العصر بقى سريع وبقينا حاجات مقلية كتير، فبدأت الحقيقة أميل للحاجات اللي في الفرن أكتر. بصوا الويدجز هوريها لكم كده، بصوا الجمال، الريحة روعة. بصوا انا هعمل كده عشان تشوفوا حضراتكم. فعايزين نعملهم الحاجات الصحيه اكتر وقت ممكن، بالذات في وقت الدراسه، لان ده اكتر وقت هم يا حبايبي بيبقى عندهم عايزين، بيجوعوا كتير قوي وبياكلوا كتير في المدرسه، فنحميهم منها. بصوا الجمال، شويه الميه اللي حطيناهم عاملين صوص ازاي فوق، شايفين هناك اهم شايفينهم، عشان تحمي بس من انها تتحرق. لسه شويه هسيبها كمان 10 دقائق، وهنا المكرونه شغاله. مكروني انا بقول عليها مكروني، بس في ناس بتقولي انت بتدلعي المكرونه. ما بدلعهاش والله، بس يعني انا بقول عليها مكروني.
انا مش عارفه ولا في ناس بتزعل. في ناس يلا بقى احنا هنعمل بقى ايه دلوقتي؟ عايزين نعمل لهم الحاجات دي في الفرن. لو انا طولت اعمل كفته في الفرن سريعه، فراخ، كفته سمك، كفته لحمه، الحاجات دي بتبقى جميله وجافه. جافه يعني حاجات نواشف، لو خدوها في اللانش بوكس مش هتضايقهم، مش صلصه هتتدلق عليهم، ومش حاجه هتقرفهم، ولو حطيناها في سندوتشات حتى هتبقى مفيده. ويا سلام لازم لو مش هياخدوا سلطه، سلطه ما بياخدوش سلطه، ناخد معاها قطع فلفلايه حمراء، جزرايه، عود كرفس فرنساوي رفيع، اديهم خضار الوان كتير، جرجير، حطوا كل اللي هم حابينه.